نسي. واحد الخليط من لاعبين نجوم اساطير مغاربه افارقه عالميين اللي كيأتتوا هذه المباراه هذه وكيعطيوها المتعه والفرجه. اكيد بان الحضور الجماهيري دائما كيتمتع بالحضور ديال هاد النجوم كل مره في السنه وكتعطيها واحد الفرجه والمتعه، وهذا هو الغايه من هاد من اقامه مباراه من هذا القبيل. واكيد بانه كتبقى كباقي المشاريع التنمويه اللي كتعرفها مدينه العيون بالضبط. ميرسي او دي ماروك، ميرسي à la fédération marocaine, merci au peuple marocain, merci à Karim, merci à Farid, merci à toutes ces personnes qui ont participé, Reda Othman, enfin, même les autres qui ne, que j'aurais sûrement oublié de nommer, mais vraiment toujours à la même hauteur, c'est-à-dire le summum, c'est toujours l'accueil est toujours bienveillante, avec beaucoup d'empathie pour les joueurs, et vraiment je tiens à le dire du fond du cœur, Shukran, Maghrebia, Shukran. We just came here to make people happy. I think so, the people is happy, that's the best thing. And thank you. حضور نجوم كبار اللي اتوا هذا الفضاء واتوا وخلدوا كل الذكرى العظيمه عند المغاربه اللي هي ذكرى المسيره الخضراء. واليوم كيف ماشي يعني كيسبق لي قلت عير الحضور ديال عير المهاجمين اللي لعبوا اليوم، فكاين كالوشا، كاين كانو، كاين حاج ضيوف، كاين روجي ميلا، امينيكي، هذو كلهم عندهم كرة ذهبيه وما ضيوف عندنا اليوم، فهذا كيشرفنا وحنا كنعتزوا بالحضور ديالهم. والحضور ديالهم الى جا راه يعني كيدل على عده اشياء بان المغرب بلد جميل ويعني عندهم في القلب، وكنتمنى ان شاء الله بحال هذه المبادرات انهم يتكرروا. كذلك كنشكر الحضور الجماهيري الكبير اللي حضر اليوم بعد في هذا الملعب، ونتمنى ان شاء الله انهم يكونوا عند حسن الظن ديال هذه الجماهير. في البدايه احنا نحب نرحب يعني بالشعب الطيب هذا اللي استقبلنا احلى استقبال، وطبعا اكيد قبل كل شيء لازم نوصل التحيه لجلاله الملك على الاستضافه هذه، واحنا دائما يعني نحب الشعب المغربي بطيبته، ففعلا كانت مباراه جماهيريه ومباراه ممتعه والحمد لله استمتعنا فيها. اللاعبين العرب الافارقه والدوليين فرصه للم شعوب، لم لاعبين اعطوا لكره القدم الافريقيه العربيه والعالميه. نشكر جماهير مدينه العيون اللي كانوا حاضرين وكانوا في الموعد في احلى حاله، كيف كل لجنه التنظيم المشرفين على المباراه هذه. في الحقيقه كان استقبال رائع واستقبال اروع من جماهير مدينه العيون. والله طبعا نتشرف معنا وزياره مدينه العيون، ذكرى عزيزه لكل مغاربه، ذكرى من 44 مسيره الخضراء. الحمد لله ملتقى عالمي، شفنا معنا لاعبين عالميين سابقين، وكان معنا لي نشعر بالسعاده نشارك في هذا اللقاء، وان شاء الله المغرب تكون دائما في امن وامان وسعاده ورخاء ان شاء الله. اكيد انا كنا فرحانين بزياره ديالنا العيون. المقابله ديال اليوم عطات واحد الطابع خاص لهاد العيد، هذا عيد وطني مسيرة الخضراء كيشرفنا كاملين كمغاربه. انا شخصيا كنتشرف اني كنت متواجد في هاد النهار هذا وفي هاد المقابله هذه مع هاد النجوم هذا، وكنتمنى ان الجمهور يكون خرج مستمتع بهاد المقابله هذه. بس الكره يعني ايش بتسوي؟ سبحان الله ذيس جاي از ذا بيست اكتر عربي. وات ار يو دوينج؟ اي سي يو ان تلفزيون، ان نتفليكس، ان ميوزيك كليبس. ما شاء الله ذيس جاي از فيري فيري سكيلفول. صاحبي يدخل.